المصدر. سلوك دراك من صاحب المعالي رئيس برلمان موقر سارة الأعضاء لجنة التحكيم الأفاضيل والأنساد ملائي من الحكومة والمعارضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الجمهور اعلموا بأن جوهر قضية روهينيا هو حق العودة. جوهر قضية ميانما هو حق المواطنة. أيها السادة نحن على هذا الجوهر. نحن نأتي إلى هذا البرلمان لنعارض عن مشروعنا اليوم ألا وهو روهينيا قضية داخلية بميانمار. ونحن من فريق المعارضة نعارض هذا الموقف بشدة وبقوة انطلاقا بمبدأنا الآن أساسي يقول بأن لجوء ضحايا روهينيا إلى دول مجاورة يتطلب أن تكون القضية إلى قضية خارجية. وكذلك رفض حكومة ميانمار إعطاء حق العودة وحق الجنسية رسمية لروهينجية يتطلب أن يكون قضية إلى قضية خارجية. وهدفنا من ذلك هدف واضح وجلي ألا وهو لوضع قضية روهينجية على طاولة المفاوضات بين رؤساء دول آسيان ورؤساء دول العالمية. تفضل بالجلوس. أيها السادة قبل أن أعطي لكم حجج من فريقنا فريق المعارضة، أولا أريد أن أقوم بالتشكيك على التعريف وحجج من فريق الحكومة. أولا يعني جاءت هذه الحكومة بتعريف أن الروهينجية هو شعوب في ميانمار. اعلم أيها السادة بأن الروهينجية هو اسم الشعب مثل شعب ملايو يعني شعب روهينجا ليس فقط في ميانمار، شعب روهينجا أيضا موجود في بنغلاديش ودول أخرى، ولكن الحكومة فشلت في بيانها. يعني كأن هذه الحكومة لا تعرف أن قضية روهينجا بجيد. أيها السادة وكذلك يعني ادعت هذه الحكومة بأن هذه قضية روهينجا قضية داخلية لأن ميانمار فقط يعني لا له سلطة داخلية. ولكن أقول لكم أيها الجمهور يعني منذ زمان قد نعطي فرصة لميانمار ليحل هذه المشكلة، ولكن هل هذه المشكلة يعني يحل؟ طبعا لا، ولكن هذا الوقت لنقول بأن هذه القضية ليس قضية داخلية ولكن قضية خارجية. حتى يمكن أن وضع قضية روهينجا على طاولة المفاوضات بين رؤساء دول آسيان ورؤساء دول عالمية. أيضا يعني هذه الحكومة يريد أن تهرب عن جوهر قضية لميانمار. هم يريد فقط اللاجئون الروهينجا فقط مجرد رقم ومجرد عدد، ولكن نحن نقول بأن جوهر قضية روهينجا هو حق العودة وكذلك هو حق المواطنة الجنسية الرسمية لميانمار. أجب هذا السؤال. هل ممكن أن تأتي أحق المواطنة من دولة أخرى؟ أيها الجمهور، سأعطي لكم مثلاً في أفريقيا الجنوبية هم يعني يمارس مبدأ أبتيد. ألا تعلم مبدأ أبتيد هو يعني هم يعني يميزون بين السوداء والأبيض، ولكن هل نترك حكومة أفريقيا الجنوبية على هذا المبدأ؟ طبعاً لا. حكومة أفريقيا الجنوبية على طاولة مفاوضات يعني بين رؤساء دول عالمية حتى يعني انتهى مبدأ أفريقيا الجنوبية. لذلك نحن نقول بأن علينا سلطة لنطلب هذه القضية على طاولة المفاوضات بين رؤساء دول عالمية. تفضل بالجلوس. يعني هذه الحكومة أيضا يعني يوافق معنا بأن هذه القضية يعني منذ زمان ولكن لم تحل حتى الآن، ولكن هذه الحكومة يريد أن تبقى هذه القضية إلى قضية داخلية، ولكن نحن نقول بأن هذه القضية قضية خارجية حتى يمكن أن نحل هذه المشكلة. أيها السادة والآن هيا ننتقل إلى هججنا من فريق المعارضة يعني الذي يتمسك بجوهر هذه القضية ألا وهو جوهر قضية روهينجا هو حق العودة وكذلك هو حق المواطنة الرسمية بحكومة ميانمار. في هججنا التي سنثبت فيها موقفنا المبدئي
أن لجوء ضحايا روهينجا إلى دول مجاورة يتطلب أن تكون قضية إلا قضية خارجية. وكذلك رفض الحكومة ميانمار في إعطاء حق العودة وحق الجنسية الرسمية لروهينجيين يتطلب أن تكون هذه القضية إلى قضية خارجية. وستمهور مهوارنا من فريق المعارضة ذات أربع مهاوير: أولا تحت مهوار حدود دول الجغرافية، وثانيا تحت مهوار حقوق إنسانية، وثالثا تحت مهوار اقتصادي، ورابعا تحت مهوار القانوني. والآن هيا ننتقل مباشرة إلى حجتنا الأولى، ألا وهو تحت مهوار حدود دول الجغرافية. منطوق حججنا يقول بأن هذه القضية تتعلق بحدود دول أخرى خارج ميانمار. اعلم أيها السادة بأن قد خرج الروهينجيين من ميانمار ولجوهم إلى دول مجاورة، مثلا إلى ماليزيا وأندونيسيا وكذلك تايلاند. إذا هذه القضية قد انتشر إلى دول المجاورة، هل من المعقول أن نقول بأن هذه القضية قضية داخلية من الروهينجيا قد خرجت إلى دول المجاورة الأخرى؟ إذن نحن نقول بأن قضية روهينجيا هي قضية خارجية. تفضل بالجلوس. أفيدكم علما بأن قبل 1982، يعني أن ميانمار دولة ديمقراطية، وقد اعترف بأن الروهينجيين من أبناء ميانمار، ولكن بعد حدوث انقلاب العسكري يعني في عام 1982 نزعت واختطفت حكومة العسكرية لميانمار حق المواطنة والجنسية للروهينجيين. ومنذ هذا الوقت يعني انطلاقا من تلك الحادثة بدأ الروهينجيون يصبحون اللاجئين المهمشين ولجأوا إلى دول أخرى. يعني وبعد كل هذا ما دل هذه الحكومة تريد أن تقول بأن هذه القضية قضية داخلية؟ هل من المعقول أيها السادة؟ وبطبعا لا، ونحن نقول بأن هذه القضية هي قضية خارجية، لأن جوهر القضية الروهينجية هو حق العودة وكذلك حق المواطنة الرسمية. يعني لا أقول لكم إلا بالوضع الصائع. يعني مثلا قد خرج الروهينجيين إلى بلاد ماليزيا، يعني 40,000 يعني الروهينجيون قد خرج إلى دول ماليزيا وكذلك دول أخرى، ولكن هذه الحكومة ما زالت أن تقول بأن هذه القضية قضية داخلية. يعني هيا نترك حكومة ميانمار لتحل هذه المشكلة. يعني كيف يمكن هذا؟ قد خرجت وقد أصبح الروهينجيون اللاجئون إلى دول أخرى. إذا نحن نقول بأن هذه القضية قضية خارجية. أيها السادة، يعني وبناء على ما قدمناه من الحجج والبراهين والردود والتشكيك على التعريف وهجج من فريق الحكومة، نطالب منك يا سيد الرئيس أن ترفض هذا المشروع رفضا تاما لا شك ولا رجعة فيه. فاسمحوا لي بالقراءة.